فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يلزم لمن خرج وقت الصلاة من نوم أو نسيان أن يؤذن لصلاته وهو منفرد؟ إذا لم يؤثر على الناس ولم يشوش على الناس، نعم يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الطريق وأمرهم أن يرتحلوا من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى راتبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بهم الفجر. نعم. انتهت. حسن الله عليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.